صوتك ناعم. نعم. من انت وصغير صوتك ناعم؟ اي اكيد. كنت تسأل انت وصغير اهلك ليه انا صوتي ناعم؟ لا ما سألتهم، بس بالمدرسة كان في صعوبات يعني. اول ما فت على المدرسة، بس كان لي الحظ انه كنت ببيت اهلي واعيين، خاصة الوالدة الله يرحمها. يعني اجي مثلا ماما عم يعملوا فيي هيك، عم يعملوا فيي هيك، يعني تعذبت كثير بفتره الحضانه. شو كانوا يعملوا فيك توني؟ كثير يعني. شو يقولوا لك؟ مثلا اول ما فتت استغربت الجو، مدرسه صبيان، وانا طبيعتي كثير هادي، كثير رايق، كثير عاقل، وهن بتعرفي بيركضوا بيصرخوا بيضربوا بعض، انا اقعد على جنب. لما ما قرب عليهم صار في مثل ردة عكسية منهم. مثلا بتذكر أول مرة ضربوني بالبالون منخاري، عملت نزيف، كون عم باكل العروس يقشطوني هي يضربوني يدعسوها. تعذبت كتير يعني بمراحل حضانة. عنف جسدي. مرة بالأوتوكار واحد فوت لي قلم رصاص بعيني، يعني تعذبت. بس كنت روح على البيت. كنت تدافع عن نفسك؟ ما اقدر، لانه يعني كلنا مثل ما بقولوا علي. روح على البيت عم ببكي، يعني اجي عم ببكي، روح عم ببكي، ما بدي روح على المدرسه. بس الوالده تقويني، تقول لي يعني الماما كانت حنونه كثير وحازمه كثير، تقول لي ممنوع الضعف، بدي اياك قوي. هالشي استمر اول سنتين، بعدين صار الحرب، يعني هو ال 74 75 76 77 عملناهم سنتين بسنه. وبتذكر كان في تحضير للاول قربانه، وصرت افهم الدين، والماما توعيني وتاخذني على يعني على القداس على الكنيسه. صرت يعني اللي تقول لي اياه انا وصغير كانت تقول لي قول يا رب. صرت اوعى تقويلي الدوس، جئت للدين، تقويلي الدوس، تقول لي ماما نحن مؤمنين، الايمان شو قوه، والله شو قوي، نحن مش ضعاف، بدك تروح على المدرسه. والوالد يقول لي في المهم وفي الاهم، المهم انك عم تتحمل، بس الاهم بدك تاخذ شهاداتك. كانوا يعني في كان لفظ يأذيك توني على صوتك كان على الشكل؟ كان اكثر بالمدرسه اول مراحل هذا التعنيف، يعني يعني كان في تعنيف ضرب. من التلاميذ، ايه من التلاميذ. نعم. هلا الصوت لما عن كبر بلش مثلا بدي سمع بدي هيك، بس تخطيت هالشيء بكل سهوله. توني اليوم بتتعرض بعدك للتنمر على صوتك على شكلك؟ لو تعرضت ما بهمني. انا انت دارس محاماه؟ انا عملت محاماه وعملت دبلوم مكياج وبيانو وبغني. طبيا نقول لك شيء عن قصه لا الصوت؟ لا ابدا. هل شي مره فكرت تعمل عمليه لا يعني يكون صوتك اقرب للرجل؟ ابدا، لانه لما وعيت على صوتي لما كنت غني بعمر 12 سنه هيك شيء، حبيت هالصوت، حبيت صوتك الرفيع، حبيت صوتي بالغناء، والنجاح الكبير اللي عم لاقيه على السوشيال ميديا حبيته اكثر واكثر، وشكرت الله على هالصوت. شو بيقولوا لك على السوشيال ميديا؟ عم بتقول نجاح؟ الحمد لله يا رب، كتر خير. بتغني؟ بتطلع بتغني على السوشيال طول ميديا؟ تيك توك، انستغرام، فيسبوك. لمين بتغني؟ بغني للست فيروز، ماجدة الرومي، سلوى القطريب، صبوحه، وعندي اغنيات خاصه. نزلت اغنية ما بدي تحلف بحياتي اول الصيف، اخذت لهلا 60,000 مشاهدة عدا اللايك والكومنت. توني بس عفوا يعني عم جرب هيك، هل شي مرة اهلك اخذوك عند طبيب وحددوا هويتك الجنسية؟ طبيب العائلة لما صار عمري انا بال 18 سنة انا سألته. نعم. هو اصلا دائما متابعني، انا تعذبت كثير بصحتي، مشاكل بجهاز الهضمي والمفاصل والعظم. نعم. يعني كنت على طول متابع. نعم. فحوصات وهيك. قلت له دكتور انه انا صوتي ما تغير. قال لي وين المشكله توني؟ قال لي انا فيني اعطيك هرمونات تغير صوتك، بس قال لي ليه بدي خربط لك البيلانس سانغان؟ نعم. تحليل الدم، حافظ على صحتك، انت ضايقك هالموضوع. قلت له بالعكس انا بحب صوتي، وكنت حب يعني بلشت غني وبحب هالموضوع. نعم. تعتبر اليوم توني انه الصوت بيعرف اذا كان صوت مسترجل فهو بيكون يعني رجل، واذا صوت ناعم بيكون صوت امراه؟
مش بالضرورة. وبعدين في شيء كتير مهم بالحياة، رجل أو امرأة أو مين ما كان، في روح. أنت روحك شو؟ أنا روحي بحب الله مثل ما خلقنا. شو؟ تحس حالك رجل أو امرأة؟ أنا بمطارح من المطارح بحس أقوى من أي رجال، تواجه اللي واجهته وهالقوة اللي عندي أنا أقوى من، بحس من أكتر. نعم. رجل. وبنفس الوقت الأحساس اللي عندي بالإيداء وبالشخصية والحنية والرقة بحبهم كتير، يعني بحب تركيبتي. نعم. وبشكر أحلى شيء أنه الإنسان يحب تركيبته. ايه. المهم أنه ايه. المجتمع يقبل اللي نحن ما بنحبه بحالنا. ما بهمك المجتمع؟ ما بهموني.